ثانية واحدة خليكم معايا، ما تروحش في حتة. ثانية واحدة. فاكرين البتاع ده اللي احنا عملنا عليه بوست؟ انا ما فتحتوش عشان نفتحه مع بعض. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم فيرست ستيب جيمنج. الناس بقى اللي اول مره بتتفرج عليا يا جماعه، انا اسمي كريم، بقدم مراجعات عن الالعاب وعن الاجهزه، منور قناتك يا برنس. احنا عملنا بوست وطلعت لكم الكرتونه او البوكس اللي جنبي ده، وقلت لكم البوكس ده فيه ايه. اللي قال لك بي سي واللي قال لك فيه بلاي ستيشن 5، انا مش عارف يعني هو ما بيفرجش على القناه. طيب انا عندي بلاي ستيشن 5 وعندي اكس بوكس، في نينتندو سويتش، عندنا كل الاجهزه الحمد لله رب العالمين. في ناس طبعا فكرت شويه وقالت انها ممكن يبقى سيريس اكس، ممكن يبقى بي سي، ممكن يبقى كارت شاشه، لكن فئه قليله جدا من الناس اللي علقت قالت ان هو في جيمز. محدش جاب الجيمز بالظبط عامله ازاي، لكن هو فعلا في جيمز، كنز من الجيمز. وده من احد الاصدقاء ليا وهو نادر عفيفي، اللي انا اتعرفت عليه بسبب هوايه تجميع الالعاب الالكترونيه. فكان عنده مجموعه من الالعاب كبيره جدا من العاب البلاي ستيشن 2، فقال لي كريم انت اولى بيهم. كلمني في التليفون، رحت خدت منه البوكس العظيم ده. انا مش عارف الالعاب هي ايه بالظبط، لكن في كميه العاب خرافيه في الصندوق ده. نفتح واحده واحده مع بعض وهنتفرج على الالعاب. قبل ما نخش على الالعاب بقى، احب اقدم دعم خاص لأحد اليوتيوبرز، وهي قناة AR Gaming. قناة AR Gaming يا جماعة من أجمل القنوات اللي أنا شفتها ومن أجمل القنوات اللي مشتركة عندي. طيب كريم أنت بتدعمه ليه؟ لأن فعلا الراجل ده بيبذل مجهود غير عادي. قناته مش قناة صغيرة فيها 26 ألف مشترك، لكن أنا خدت بالي من حاجة. AR Gaming أنا وهو اتكلمنا فترة طويلة، وكنا بنتكلم عن تحسين القناة بتاعته في أنها تتحرك بشكل افضل، وكان عندي اختلاف معاه، لكن انا دلوقتي باكد ان انا كنت غلطان في حاجه مهمه جدا. AR Gaming بيستعرض الجيم بلاي بتاع الالعاب، عناوينه كلها باللغه الانجليزيه، لكن هو بيستعرض جيم بلاي الالعاب، كل الالعاب تقريبا مش بشكل خاص، فده بيخلي المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس. فلو انت عايز ان انت تتفرج على لعبه معينه وتشوف تجربه اللعبه ديت وتشوف اللعبه دي حلوه ولا وحشه، تروح قناه AR Gaming تعمل سبسكرايب، علشان فعلا هتستفيد من الجيم بلايز اللي بتنزل في القناه. حاجه الثانيه اللي خدت بالي منها ان القناه لما بتعمل جيم بلاي بتنزل ريزولوشن فوق العادي. فعلا الراجل ده بيقدم محتوى محترم، وعلشان كده انا طالع اتكلم عنه في القناه. فيا ريت يا جماعه اللي بيحب فيرست ستيب جيمنج يروح على قناه AR Gaming ويعمل سبسكرايب. طبعا اذا عجبك المحتوى بتاعه، انا مش بجبرك تعمل سبسكرايب، لكن بقول لك روح اتفرج عليه. لو محتواه عجبك يا ريت تدعمه بالمقابل. نخش بقى على صندوق الكنز. انا بقى يا جماعه مش قادر اقول لكم على كميه الحماس اللي انا فيه. انا كنت متحمس جدا وانا باخد الصندوق، لكن دلوقتي الحماس معدي السقف بقى، لان احنا هنكتشف مع بعض في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح بقى الصندوق. يا للي، في ناس هتقوم تتخانق معايا دلوقتي، في ناس هتتخانق معايا في الكومنتات دلوقتي تقول لي ايه اللي انت عامله ده، جبت الحاجه دي منين وازاي. انا قلت لكم والله صاحبي نادر هو اللي جابهم لي، انا ما عملتش حاجه. قالوا يا كريم عندي العاب عايزها، يا نادر هاتها، بس كده موضوع بسيط. سأل فل انا الدوره، لو بتتفرج عليا انزل اكتب لنا كومنت. اول حاجه، في حاجه كده انترستنج جدا معرفش الناس توع عليها ولا لا. عارفين دي يا جماعه؟ شايفين دي ايه؟ دي بلاي ستيشن 2 كاميرا، كانوا بيسموها الاي توي. فدي كاميرا بلاي ستيشن 2، طبعا على جنب كده. بعد كده عندنا بقى البتاع ده، معرفش برضو انتوا توع عليه ولا لا. ده كان اسمه الباز كنترولر. ايوه اقعد شخلل بقى. الباز كنترولر ده كان بيجي لمجموعه العاب اسمها العاب باز، فالناس اللي توع على الكلام ده تنزل تكتب لنا في الكومنت عارفين الباز كنترولر ولا لا. بصوا هو عباره عن كام زرار كده بتختار منهم للالعاب ديت، ففي اربعه باز كنترولر. بسم الله الرحمن الرحيم، نخش بقى على الايه، على الجيمز. انا عينيا مش قادره اجيب. احنا في يا جماعه كام جيم؟ ده في كميه جيمز خرافيه. طيب الاول هننقي الالعاب اللي تخص الاكسسوارات اللي احنا طلعناها دلوقتي. ففي مثلا ايه دي، ادي واحد اتنين، طلع بقى الحاجات ديت. بسم الله الرحمن الرحيم، دي اول مجموعه. بص عاملين ازاي، اول مجموعه لعبه اسمها اي توي تشات، بعد كده لعبه دانسينج او لعبه رقص اسمها هاي سكول ميوزيكال، بعد كده لعبه سباي توي من الالعاب اللي بتدعم الكاميرا، ولعبه اي توي بلاي. ده دي الاسطوانات الاوريجينال يا جماعه كلها بال، واي توي بلاي الجزء الثاني، وعندنا بعد كده ديزني موف.
دي بقى من العاب الباز بقى اللي فيها الاربع زراير. لعبه هو وانتس تو بي ا مليونير اللي هي من سيربح المليون مع السيد جورج قرداح، هي دي اللعبه دي، وفي منها نسختين. يعني هو جايب لي نسختين من اللعبه دي. طبعا الناس هتقول لي ايه ده الالعاب، يعني احب اقول لكم الالعاب دي مش نادره ومش قيمه. اللي انا في ايدي ده اللي انا بعمل بيها الالعاب الموف والكلام ده مش نادره ومش قيمه بالشكل اللي انتم متخيلين. دي لعبه اسمها باز ذا بيج كويست، برضو من العاب الباز، ودي لعبه اسمها باز ذا ميوزك كويست. خليهم بقى كده ايه على جنب، نخش بقى على الالعاب بقى العاديه. خدهم بقى مش هناخدهم بالحبه، ناخدهم واحده واحده. دي لعبه جايه لي بس من غير كفر، فيها ايه دي بقى يا باشا، لعبه فيفا 2002، برضو العاب الرياضيه من الالعاب اللي مش قيمه. يعني لعبه ستانت مان من الالعاب برضو يعني معقوله لطيفه. واو اوه واو، ديستروي اول هيومنز 2 اللي هي نازله دلوقتي ريماستر، ديستروي اول هيومنز. اخيرا بقى عندي نسخه للجزء الثاني من اللعبه، شاكرين يا كبير. قولوا لي يا جدعان الناس اللي لعبت اللعبه دي تكتب لنا في الكومنتات، اي لعبه لعبتها من الالعاب اللي هتطلع دلوقتي اكتبها لنا في الكومنتات. بيس 4 الجزء الرابع، سماك داون فيرسز رو 2006، مصارعه 2006. اللعبه دي حلوه برضو. ليجو ستار وورز من الالعاب اللطيفه جدا، يعني ليجو ستار وورز من الالعاب الحلوه. وذا سيمز اول جزء من ذا سيمز. هيتمان 2 ذا سايلنت اساسن برضو من الالعاب الرائعه دي، العاب الطفوله بقى. يعني انا كده دخلت في ذكريات الطفوله. لعبه شريك 2، كول اوف ديوتي 2 ذا بيج ريد 1. ده لعبه كول اوف ديوتي 2 يا جماعه، تقريبا اظن دي اول لعبه نزلت على البلاي ستيشن 2 لكول اوف ديوتي، اظن ذلك الناس تصحح لي. فاللعبه دي تاريخيه، يعني كول اوف ديوتي 2. ذس از فوتبول 2009، ذس از فوتبول 2002، لا دي 2002 ودي 2003. لعبه بايرتس اوف ذا كاريبيان، دبليو ار سي، العاب الرالي بقى. دبليو ار سي من الالعاب الجميله جدا يا جماعه، جربوها. ان الالعاب دي فضلت تنزل لغايه البلاي ستيشن 4. الناس بتحب العاب السباقات والعاب الرالي بالذات، دبليو ار سي من الالعاب الجميله جدا. راتشت اند كلانك 2 الجزء الثاني، ويشوفوا يا جماعه التاريخ بقى، راتشت اند كلانك 2، واحنا هينزل لنا راتشت اند كلانك جديد على البلاي ستيشن 5. احنا بنتكلم يا جدعان في سنين طويله قوي، اكتر من 20 سنه. كراش بانديكوت راس اوف كورتكس، يعني برضو ده تاريخ تاني، وبنتكلم الفرق يا جماعه سنين طويله جدا جدا جدا، بس اللعبه دي من اجمل الالعاب اللي نزلت. كراش بانديكوت، اوه كراش تاج تيم ريسنج، كراش تاج تيم ريسنج، الخناقات بقى والضرب واللعب بالساعات انت واصحابك واحنا عيال صغيرين على الشاشه السبليت سكرين. يا لهوي انا يا جماعه رجعت طفل، رجعت طفل تاني. انا في الوقت ده كان عندي كام سنه؟ كان عندي 14 سنه او 15 سنه في الوقت بتاع الالعاب ديت. فيعني انتوا مش متخيلين انا حاسس بايه يا جماعه لما بشوف الحاجات ديت. فدي كراش تيم ريسنج، اسمها كراش تاج تيم ريسنج، مش اي كراش. هيبقى عندنا الجزء الثاني من غير الجزء الاول، ديستروي اول هيومنز الجزء الاولاني بقى، ده الجزء الاولاني. اللعبه دي كوميديه فشخ، كوميديه السنين بقى، اكشن جيم بلاي وكوميديا ملهاش حل. اللي ما لعبهاش يا جماعه روح العبها على الاكس بوكس او على البلاي ستيشن. ميدل اوف اونر فرونت لاينز، السايبرات، يعني اللعب الاونلاين، يعني بلاش بوازيك. فاكرين يا شباب ولا مش فاكرين؟ عندنا ايه تاني؟ توم كلانزي سبلنتر سيل دبل ايجنت، الناس بتلعب دلوقتي توم كلانزي جوست ريكون وريمبو 6 سيج، دي بدايات توم كلانزي يا جماعه. سبلنتر سيل كانت من احلى العاب التخفي اللي كانت موجوده في الوقت ده. سبايدر مان 2 برضو من الالعاب اللطيفه، يعني من الالعاب الحلوه جدا. يعني بصوا يا جماعه الخط بتاع سبايدر مان هنا بقى، شايفين الخط ده؟ الخط ده اللي كتبه بيه اسم البلاي ستيشن 3. فاكرين احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الموضوع ده، عشان الفيلم كان من انتاج سوني بيكتشرز. مواليد الثمانينات تجمع هنا، مواليد الثمانينات ويعني واول مواليد التسعينات، والناس اللي بتلعب على البي سي بقى. ايج اوف امبايرز 2، انا عندي نسخه من ايج اوف امبايرز 2 على بلاي ستيشن، انا مش مصدق نفسي. يا جماعه انتوا مش حاسين باللي انا حاسه دلوقتي، يعني انا فعلا في قمه السعاده وانا بستكشف الكلام ده. واو بصوا يا جماعه الكونديشن عامله ازاي. ايج اوف امبايرز 2، الكلام ده ما عادش موجود، ما تقدرش تروح محل وتشتريه، لو ما جالكش بالصدفه كده يبقى انت مش موجود. عشان كده بقول للناس اللي عايزه تبقى كوليكتورز، عرف نفسك لكل اصحابك وكل الناس ان انت بتكوليكت فيديو جيمز عشان يكلموك لو عندهم حاجه عايزين يستغنوا عنها. ايراجون، فاكرين الايراجون ده يا جماعه اللي كان بيدرب التنين ده؟ فاكرين؟ لعبه ايراجون اهي، ده كان فيلم زمان.
ستار وورز باتل فرونت 2 عندنا احنا نسخه منها اظن تاني يعني دي كتبها نسخه زياده ذا انكريدبلز بتاعت فيلم الكرتون ذا انكريدبلز ما لعبتش اللعبه دي بصراحه فما اعرفش اذا كانت حلوه ولا وحشه لو حد من الناس بقى بتاع الجيل القديم لعب اللعبه دي لو حلوه قولوا لي في الكومنتات جاك اكس دي بقى يا جماعه بدايات نوتي دوج اهو شايفين دي مين نوتي دوج دي بدايات نوتي دوج يا جماعه جاك اكس كانت لعبه ريسنج يعني اللي ما جربش سلسله جاك اند ديكستر فايته كتير جدا على بلاي ستيشن دي من حصريات البلاي ستيشن والناس اللي كانت بتلعب لاست اوف اس لو تلاحظوا ان جاك اند ديكستر كان بيبقى مرسوم على الحيطان في بعض المواقف في لاست اوف اس عشان شركه نوتي دوج دي معلومه تريفيا كده للناس اللي ما تعرفش بس الناس ما وعيتش على جاك اند ديكستر يعني ايه ده بقى ستار وورز 3 ريفنج اوف ذا سيث برضو انا ما جربتش اللعبه دي اللي جربها يا جماعه يقول لي اذا كانت اللعبه دي حلوه ولا على قدها ما نجربوش ايه الجمال ده ايه الجمال ده اوه برضو تاني يا جماعه يا لهوي ميدل اوف اونر ذا رايزنج سان كام واحد في القناه مشترك عندي لعب اللعبه دي تخبط لايك دلوقتي وتعمل سبسكرايب وتكتب كومنت تقول انا من الجيل الذهبي بنتن العاب بنتن كلها حلوه بصراحه العاب بنتن كلها معموله بشكل لطيف جدا فمن الالعاب الجميله كونفليكت فيتنام انا ما لعبتش اللعبه دي بس هجربها انا هفتحها واحطها في البلاي ستيشن واجربها لان اللعبه دي شكلها من الالعاب الحربيه القويه ايه الجمال ده بص يا جماعه الكونديشن عامله ازاي بصوا ايه ده شكرين انا الدور يا حبيبي شكرين يا عم نادر ستار وورز باونتي هانتر مش اول مره اسمع عنها في حياتي برضو ان يعني بصوا يا جماعه اوتوماتيك كده اللعبه اللي انا ما قلتلكوش ان انا عارفها اكتبوا لي عنها لو انتوا تعرفوها لان انا ما اعرفش كل الالعاب انا اول مره اشوف اللعبه دي فعلا في حياتي واللعبه دي مش من انتاج الكترونيك ارتس يعني برضو دي غريبه يعني مش من انتاج اي اي اللي عنده معلومه عن الموضوع ده يقول لنا يا جماعه طبعا وايب اوت فيوجن من اجمل العاب الريسنج هي لعبه وايب اوت وموجوده اظن برضو غات البلاي ستيشن 4 فبرضو ذكريات يعني اتفرجوا بقى على العظمه لما بتتجلى هيتمان كونتراكتس شايفين يا شباب احنا كنا فين وانتوا فين هيتمان كونتراكتس لو شفت ريزولوشن اللعبه دي يعني انا كنت في الوقت ده بقى فتح بقي كده ايه ده المنظر ده الناس دي بجد حقيقي انت لو شفتها دلوقتي ممكن يغمى عليك تقول ايه يا عم الهبل اللي انت بتلعبه ده فانا فرحان باللي انا شفته لغايه دلوقتي لسه معانا العاب لسه معانا ادي 1 2 3 4 5 6 معانا 7 العاب كمان نحاول بقى يعني ايه نشقلبهم علشان انتوا ما تزهقوش مني ولو الفيديوهات دي بتعجبكم يا جماعه قولوا لي اكتبوا لي في الكومنتات برضو الفيديوهات دي بتعجبكم ولا لا طبعا انا عمال اقول لكم اكتبوا لي في الكومنتات لما زهقتوا مني اكتبوا في الكومنتات ان انتوا زهقتوا مني سماك داون شات يور ماوس انا مش من هواة العاب المصارعه لكن ممكن نجرب العاب المصارعه ودي سماك داون جاست برينج ات الناس يا جماعه لعبه الالعاب دي ان انا فعلا ما لعبتهاش حتى وانا في صغير ما لعبتش الالعاب دي خالص في ايه تاني برضو لعبه من الالعاب اللي انا اول مره اشوفها دي لعبه مالتي بلاير ولا ايه تقريبا مالتي بلاير يا جماعه اللعبه دي اسمها راتشيت جلادييتر حد شاف راتشيت جلادييتر دي قبل كده في حياته برضو اكتبوا لي انا اول مره اشوف اللعبه دي راتشيت جلادييتر وهو واقف كده بص عامل ازاي كانها لعبه مالتي بلاير وفعلا في مالتي بلاير في اللعبه 1 اور 2 بلايرز وبرضو بالادابتر نتورك ادابتر بتوصل لاربع لاعبين وتوصل في الادابتر العادي المالتي بلاير ادابتر لاربع لاعبين والنتورك ادابتر لغايه 10 لاعبين لعبه راتشيت جلاديترز اونلاين شوتر اللي جربها يقول لي انا بحب العاب ليجو جدا التريلج بتاعت ستار وورز للليجو بس عامله ازاي جميله جدا طبعا العظمه لما تتجلى وهوريكم حاجه بقى يا جماعه عشان تعرفوا احنا بنحب الالعاب القديمه ليه وفي فرق بين الالعاب الجديده والقديمه اللعبه دي اسمها تايم سبليترز 2 تخيلوا ان اللعبه دي كانت على البلاي ستيشن 2 اللعبه دي 10 اوت اوف 10 وهقرب لكم في الكاميرا علشان تشوفوا اللعبة دي واخدة 10 من 10 بصوا 10 من 10 على البلاي ستيشن 2 تايم سبليترز دي يا جماعة من أعظم الألعاب في التاريخ بصراحة من أعظم الألعاب في التاريخ برضو جيل الذهبي قول لي جربتها وحبيتها ولا لا أنا أظن اللعبة دي يا جماعة تسوى كتير دلوقتي اللعبة دي تسوى مبلغ ترو كرايم نيويورك سيتي كمية ألعاب العنف كانت غير طبيعية على البلاي ستيشن 2 ألعاب اللي شبه جي تي اي والكلام دوت فلعبة ترو كرايم من الألعاب الظريفة الشبيهة بجي تي اي لكن ما كانتش الأفضل بالنسبة لي من إنتاج شركة أكتيفيجن أنا كنت بفضل جي تي اي لكن لعبة حلوة مش وحشة وأخيرا
The Simpsons Skyboarding. زي ما انتم شايفين في حته كده مقطوعه، فاحنا هناخد الكفر ده نحطه في لعبه من العاب الكوره اللي ملهاش لازمه. فلعبه The Simpsons او العاب The Simpsons يعني هي من الالعاب اللي ما بقتش موجوده دلوقتي، والالعاب دي كانت كوميديه بس كانت فقيره، يعني الالعاب دي ما كانتش قويه لدرجه تخليك ان انت تقول ايه الجمال ده وانا بحب Simpsons وبتاع. لا انا بحب المسلسل لكن العاب Simpsons ما حبيتهاش، لكن برضو اعتقد الالعاب دي مش موجوده دلوقتي. طبعا يعني انتوا مش شايفين المنظر قدامي، انا قدامي تل جيمز، قدامي جبل جيمز، والله هحرك لكم الكاميرا وهوريكم المنظر عامل ازاي. بصوا بصوا المنظر عامل ازاي، منظر الجيمز قد ايه. ده كان فتح بقى صندوق الكنز بتاع الجيمز. انا سعيد جدا وبشكركم وحبيت اشارك معاكم اللحظه ديت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي لو بتحبوا الفيديوهات من النوع دوت. اول ما بتجيلي حاجه انا بحب اعرضها عليكم على طول، لان انتوا اصحاب القناه واخواتي والناس اللي مالين عليا الدنيا بصراحه. شكرا جزيلا ليك. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتدعموني باللايك، ولو انت عايز تقدم دعم مادي يا ريت تنتسب للقناه، هكون سعيد بيك جدا. لو مش هتقدر برضو انا سعيد بيك جدا. شكرا جزيلا ليكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.